اخوكم حسن محمد عبد المحسن طالب الفرقه الاولى اصول دين. نشوف النهارده احنا موجودين في ميدان التحرير. النهارده الاربعاء احنا موجودين في ميدان التحرير، عاوزين سرعه محاكمه تحرير العدل، عدم تاجيل محاكمه مبارك. ماشي، احنا عاوزين نكون موجودين في الميدان ده، ايد واحده كتف واحده. هنرجع تاني، هرجع ثوره 25. ماشي، ان شاء الله لازم نكون. الحاجات دي هتحصل ازاي؟ هتحصل عن طريق حاجتين، ان احنا نكون موجودين مع بعض وما نسيبش المكان اللي احنا واقفين ده مهما عملوا ومهما بعتوا. اللي عملوه الصبح مش عاوزين يتكرر تاني. الاصابات اللي صابوها لنا والنار اللي ضربوه دي اصابه قديمه بس اتفتحت النهارده تاني. ماشي، في اصابات تانيه كتير، وزاره الداخليه بتحاول تشتتنا، بتحاول تشوشنا. بعت لنا برشام جايه من شويه وعاوزه تبعت لنا تاني. كل فكرتهم ان احنا نقفل الطريق ده، ده ممتلكات شخصيه، دول ناس زينا زيهم، فهم ده هدفهم. بعت لنا ناس ورا وزاره الداخليه يشتتونا ويبعتوا لنا، وعايزين كل هدفهم ان احنا نطلع بطاريه قدام الناس. والاعلام الفاسد، الاعلام المصري اللي هو الاعلام بتاعنا المفروض ان هو اتحرر بعد الثوره، ما حصلش فيه اي تغيير. الكوادر بالكامله فاسده، الجرائد المصريه كلها فاسده، ما حدش بيطلع الحقيقه. احنا بوجودنا هنا في المكان ده هنطلع الحقائق وهنطلع اللي ما اتقالش، واي خبايا موجوده سواء من المشير او سواء من عصام شرف لازم تتقال. الحاجات دي لازم كلنا موجودين مع بعض، ايد واحده ان شاء الله. تفير بنطلب دلوقتي تنظيم الميدان، بحيث ما يحصلش اي مشكله، وبحيث ان شاء الله ما يحصلش فيه اي اصابات، اي انطلاقات تكون داخل الصينيه، اي حد طلع نتعامل معاه احنا بايدينا، بس داخل الصينيه، ما نزلش تحت ولا بالطريقنا ولا بالطريقنا. الناس دي ما لهمش اي ذنب ان احنا نوقفهم، الناس دي زيهم زينا. ماشي، بل ممكن يكونوا اسوء مننا، فمش عاوزين نعطلهم، عاوزين نطلب من اي حد حاليا ان احنا ننظم الميدان، يكون في تنظيم في الميدان، ده اللي عاوزينه لا اكتر ولا اقل حاليا الفتره دي. مطالبكم ايه بقى؟ سرعه محاكمه حبيب العدل، عدم تاجيل محاكمه مبارك لاي سبب من الاسباب. ده اللي عاوزينه احنا حاليا، دي المطالب الحاليه اللي احنا عاوزينها، بس لا اكتر ولا اقل. احنا عاوزين محاكمه الفاسدين، القصاص لدماء الشهداء، القصاص لدماء الشهداء. دم الشهداء ده في رقبتنا، هيطاردنا مدى الحياه. شيء طبيعي. ما طاردناش النهارده هيطاردنا بكره. فما ينفعش ان انا حاكم حبيب العدل على 5 سنين اهدار مال عام وسايبه على قتل المتظاهرين، ازاي؟ ما ينفعش. وبوجه رساله للاخوان، الانتخابات التشريعيه مش هتفيدكم في حاجه. المتظاهرين اللي ماتوا، والاصابات اللي حصلت والعائلات المستديمه، هي دي، هو ده الواجب اللي لازم تعملوه. ما ينفعش تبقى قاعد موجود دلوقتي بتعمل احزاب وبتعمل كذا وكذا وكذا وسايب الناس هنا، ده مش طريقه وده مش اسلوب. وبالله التوفيق يا رب.